طيب نخش بقى في الموضوع، الاهلي والداخليه، الزمالك وام بي، اختيارات منتخبنا الوطني. خلونا نبتدي بالاهلي والداخليه. كولر شويه في شويه بيزداد ثقل، وبيزداد كمان شعور النادي الاهلي بالطمانينه في ان هو الراجل الموجود. هاخد عنوان للمباراه وبعدين نروح للتفاصيل. اتفضل يا زيزو. العنوان المباريات مثل مباريات الداخليه تصنع حامل اللقب. يعني الاهلي في السنين اللي فاتت اللي خسر فيها الدوري كان متفوق غالبا على الزمالك في المواجهات المباشره، لكن او على بيراميدز، لكن في الاخر اتم الدوري وهو غير متوج بالبطوله. ليه؟ بسبب مباريات زي المباريات دي. ليه اكتر؟ لان كان الاهلي عنده مشكله فيما يخص التدوير، وان القوانين ملحوظه مهمه دي استاذ ما خدتش بالي منها. بالظبط طبعا، اللي وقع الدوري من الاهلي الفرق التانيه. لانك في التدوير لما بتعمل عمليه التدوير بتحس ان فرقه خست كتير جدا من امكانياتها، ولان بشكل او باخر التكتل الدفاعي اسلوبه او حياته مختلفه تماما في مواجهته عن باقي التفاصيل او باقي المباريات يعني. فالمباراه دي ما كانتش مباراه سهله على قد ما هي كانت مباراه بتحدد علامه جديده من علامات معرفه الجمهور بمارسيل كولر. هل يجيد التدوير؟ افكاره عامله ازاي؟ لان طبعا احنا برضو كنا عايزين بنبص سوا على ملف يناير، فانت تقدر تاخد عنوان على سبيل المثال ان لو انتوا فاكرين ان الاهلي محتاج لاعب بديل لعمرو السوليه صاحب سمات هجوميه في مركز لاعب الوسط المدافع، فغالبا لا، لان الراجل بيميل واضح لثنائيه وسط الملعب القويه. يعني كان قدامه ان هو يحط مجدي قفشه جنب حمدي فتحي، لكن لا، راح لفخري، راح للستايل اللي هو شبه حمدي فتحي وديانج. يبقى هو الراجل دي قناعاته، فساعتها يبقى خلاص انت ممكن تطمن على المكان ده. كنت عايز تشوف مين بديل علي معلول، هيأمن ويروح لأيمن أشرف ولا هيفضل بيلعب بلاعبين الشباب اللي خدوا فرصة من السنة اللي فاتت، فحافظ على مكتسبات السنة اللي فاتت ولعب أشرف. ففي شوية حاجات كده الواحد شافها. محمد شريف رجع طبعا للتهديف. على فكرة بالنسبة أشرف عمل معاه مداخلة أول ما ماتش مصر وإسواتيني خلص. فسألته قال لي كولر بيتكلم معايا، وقبل ما أروح المنتخب قال لي شد حيلك وأنا حاطك في اعتباراتي وما أنتش خارج الصورة. برضه هو مجهزه. بالظبط. وبالتالي استخدامه موجود، دي نقطة مهمة، حاطط عينه على المجموعة اللي موجودة كلها. 100%. فهي مكسب مهم جديد للأهلي في بناء العلاقة اللي ما بين الجمهور والمدير الفني واللاعبين البدلاء. وطبعا كريم فؤاد يعني حدث ولا حرج، هو وحمدي فتحي كانوا أعظم اتنين موجودين في الأهلي في المباراة.